روك المفتي كان الحاج الغازي الحسيني الله يرحمه كيتكلم بالدارجة، أيه، والحاج عبد الكريم الداودي بالفصحى، باللغة العربية الفصحى. الحاج الحسيني كيقول خصنا نجيبوا طناش ديال الشهود، والحاج عبد الكريم كيقول خصنا نجيبوا لفيف. وحنا الله يسمح لي شعلت لهم الميش. لا حنا هذه خدمتنا. دي كيخصنا واحد اللغه اللي بيضاء، يعني الناس كلها خصنا ننزلوا عند الناس. اييه. جا واحد قال لي اخر، قلت لا الناس نطلعوهم يطلعوا عندنا. هذا النقاش كان ومستمر وسيبقى. وسيبقى. المهم واحد قال لنا اخر ايوا ما ناشي كوتا، كوتا شنو هو حلايقي باش نهضر بالدارجه. ايوا ردت واحد يعني من بعد صالحنا، يعني هذا هو الاجواء، كانت واحد الاجواء في نهايه المطاف، كل واحد فيكم كان الهدف ديالو هو يقدم منتوج تلفزيوني راقي ويليق بالرسائل ديال هذه الفكره ديال ركن المفتي.